خلال كلمة له أمام مؤتمر برلمانات دول الجوار العراقي، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن لهذا المؤتمر رمزية خاصة، مشددا على أن الكويت مع عراق مستقر وآمن وموحد، وأن المؤتمر يعطي بارقة أمل لشعوب المنطقة ولشعب العراق بشكل خاص بأن الدخول في عصر السلام والاستقرار ممكن، وأن أجواء التصارع الإقليمي والاقتتال والمناكفة ليست قدرا حتميا كما يريد البعض أن يشيع كقناعة راسخة وثابتة. نحن من جهتنا في الكويت نقول ودون مواربة وبشكل واضح، نحن مع عراق مستقر وآمن وموحد، وهذا ليس طموحنا، فنحن على الصعيد الاستراتيجي مع عراق مزدهر ومتقدم ينعم بالرخاء والرفاهية. العراق جارنا، وليس من مصلحة أحد أن يكون جاره غارقا في دوامة من المعاناة، ومن يراهن على ضعف جاره كشرط لاستقراره وأمنه هو في الحقيقة يضحي بمستقبله. من هذا المنطلق والقناعة والإيمان جاء توجيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باستضافة مؤتمر دعم وإعادة إعمار العراق مؤخرا. فسمو الأمير يراهن على المستقبل، ومستقبل دول المنطقة قائم على التعاون والتكامل مع الجيران، مع القريب لا البعيد، مع المشترك الثقافي والبشري لا الآخر الغريب والمغاير، مع الذي نقتسم معه سحنة التضاريس وتداخل التاريخ ومزاج المناخ. الأخوة الحضور، العراق واستقراره إحدى البوابات لاستقرار المنطقة. فقط ألقوا نظرة سريعة على خارطة العراق لتعرفوا ما أقول. العراق المطل على أقليم الشام الكبير غرباً، وعلى الخليج والجزيرة العربية جنوباً، وعلى الأناضول شمالاً، وعلى الفضاء الفارسي شرقاً، هو في قلب الجيوبوليتكس الشرق أوسطي. ومن دون عراق مستقر وآمن سيكون الحديث عن استقرار الشرق الأوسط محض خرافة. لذلك نحن ننظر إلى استقرار العراق كضرورة استراتيجية، والعراق الذي ننظر إليه للدخول في حقبة التنمية المنشودة هو عراق متوازن، عراق عربي منفتح على جيرانه العرب، عراق متصالح ومتعاون مع جيرانه في الإقليم، عراق منفتح على العالم فعلاً وتفاعلاً. هذه عناويننا العريضة في الكويت فيما يتعلق بالعراق، ووفق هذه العناوين نعمل، وطبقاً لها نتحرك، وعلى أثرها نمد يدنا للعراق معاونين ومساعدين وداعمين.